مع بعض نروح نشوف تقرير حلو قوي قوي عن مين بقى؟ عن لاعب اسمه محمد طلعت، هو حارس مرمى في فريق أبو حماد في الشرقية. الحارس ده ظروفه المالية صعبة مش جيدة، راح يلعب في أندية في المظاليم كتير والأمور يعني في بالنسبة للموارد المالية مش كبيرة. طب عمل إيه الراجل ده؟ مش تعرف بس إحنا ظروفنا في الكورة عاملة إزاي؟ في الكورة عاملة إزاي؟ هيقول لك ما أنا ما باخدش فلوس في فرقتي، هعمل إيه؟ الراجل راح يشتغل خباز الصبح ويروح بالليل يتدرب، يشتغل خباز في فرنة عيش الصبح ويروح بالليل يتدرب. حاجة مثالية، مواطن مصري مكافح مثالي. هلعب اللعبة اللي بحبها وهشتغلها بشكل كويس والصبح هشوف مصدر دخلي ودخل أولادي. هو الطبيعي بصراحة إن الفرقة الدرجة الثالثة والرابعة والثانية وكل الفرق يبقى عندهم مصادر دخل ويقدر اللاعبين دول يشتغلوا الشغلانة دي، بس ده الواقع. المهم ده مثال ونموذج رائع جدا، حبينا نتكلم معاه وحبينا نشوف بيعيش يومه ازاي. هنشوف التقرير ده وبعد التقرير نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن طارق السيد. خليكم معنا. محمد طلعت شهير بحموزة من الزقازيق، 28 سنة، حارس مرمى أبو حماد وكفر صقر ومنتخب الشرقية، ولعبت الشرقية خماسي صعدتها دور ممتاز ومنتخب شمال الصعيد وأسمنت أسيوط الحمد لله، ورجعت تاني الشرقية وبعدين أبو حماد. فضل ونعمة كنت عامل موسمين كويسين مع أبو حماد وربنا كرمني، وجنب النادي اشتغلت في فرن. فرن ده دخل الخاص ببيتي، يعني عشان اقدر افتح بيت. فبقيت اتواصل من الساعه 3 الفجر لحد الساعه 1 الظهر او 2 الظهر عشان اروح التمرين. بدات اخلص واروح على التمرين، والماتشات اللي هي كانت يوم السبت اروح العبها بعد الشغل، والحمد لله كان ربنا بيكرمني. يعني ما حسيتش في يوم ان انا مثلا تعبان أو مثلا ان انا جسمي مش قادر، لا انا ربنا كان دايما بيكون جنبي، ربنا دايما كان بيكافئني. كنت بعمل ماتشات كويسه وكنت بعمل كلين شيت، كنت بطلع ماتش الشباك بتاعتي نظيفه الحمد لله. وصراحه الناس اللي معانا هنا شغالين في الفرن كانوا مريحيني في حاجه زي كده، يعني كانوا بيوفروا لي الساعه بتاعت التمرين دي عشان اجري اروح الحق التمرين. فان انا اتواصل يوميا من 3 الفجر لحد مثلا 6 7 المغرب دي كان صعب، يعني كان بياخد مجهود مني كبير، بس الحمد لله كنت بريح نفسي بنظمه ان هو لازم انام الساعه 8 9. اخويا الكبير كان داعم ليا، فكان دايما يقول لي شو اشتغلت ميكانيكا قبل كده وتيل فرامل، فبس اخويا الكبير كان بينصحني ان انا اشتغل في فرن عشان اخلص بعد الظهر اروح العب كوره، فدي كانت كويسه ليا. يعني هو اختار لي حاجه زي كده، اخويا الله يرحمه. فكانت كويسه، يعني ان انا ابدا يوم الساعه 3 واكمل في شغلي دي كويسه. فالموهبه دي من عند ربنا والله، يعني لقيت نفسي ان انا حارس، لقيت نفسي ان انا موهبه، لقيت نفسي ان انا بدي في المجال ده. وبعدين الناس اللي حواليا كانت بتساعدني الحمد لله، فضل ونعم الحمد لله. خالي ليه فرن، كنت شغال معاه باجر ب 5 جنيه في اليوم. فالكلام ده في 2006 2007، يعني اشتغلت معاه حوالي 10 سنين مثلا، كنت دايما بشتغل معاه شقيان. فلما والدي تعب مات سبت الشغل واشتغلت في فرن تاني، واشتغلت في فرن ورحت فرن تاني سياحي ورعبت خماسي ورحت فرن تالت. لا انا شقيت اتمرمطت في الفرن، يعني انا خلاص خدتها مهنه ليا وتعلمتها. الاسره عامل اساسي في حياتي، يعني والدتي دي الدعم الاول والاول ليا، كانت دايما بتساعدني، دايما بتجهز لي شنط، دايما بتجهز حاجتي، بتنظف حاجتي، اكلي شربي، بتصحيني من النوم، لبسي، ما شاء الله. يعني ربنا يخليها ليا ويحميها ويحفظها، يعني ست الكل. يعني انا الحمد لله دخلت معهد لاسلكي، هندسه لاسلكي، فبس ما كملتش
في لأسباب مش هعرف أتواصل في شغلي وفي دراستي وإن أنا أجيب دخل تاني لبيتي وكورة، يعني لازم أستغنى عن حاجة فيهم. فأنا في تانية لاسلكي قلت لا خلاص أنا هستغنى عن نفسي، أنا عشان كانت أختي في ثانوية عايزة تخش طب، والحمد لله دلوقتي دكتورة، فكان لازم أستغنى عن حاجة، فربنا كافئني بدي الحمد لله. شفتها حد كويس وموظفة قد الدنيا الحمد لله. هو الطموح كبير، يعني الطموح كبير. أنا كل اللي بتمناه من ربنا وكيل كويس يشوف الموهبة، يشوف الموهبة هتروح فين الحمد لله، وهو هيحكم فضل ونعمة الحمد لله. أي حد في الشرقية عارفني أنا كويس جدا فضل ونعمة، واللي بيشهب بكده مستواك فضل ونعمة. أنا واقف على رجلي كويس، ورانا ماتش مع الإسماعيلي ودي يوم الأحد الساعة 5 في إسماعيلية مع منتخب أبو حماد مع كابتن خالد جميل، يجي ويحكم. الأسبوع اللي فات كان عندنا ماتش مع منتخب مصر تحت 20 سنة مع كابتن محمد عبد الرحمن، الحمد لله عملنا نتيجة كويسة 1-1، تعادلنا معاه، فرقة كويسة جدا الحمد لله. كنت عامل نتيجة كويسة، أنا بلعب 6 شهور أو 5 شهور كورة وبقيت السنة قاعد، هعمل إيه؟ دخل فين؟ أشحت. وعلى فكرة يعني أنا مش عايز أقول لك إن الأندية كلها ما فيش فلوس، يعني إيه 600 700 800 جنيه في الشهر؟ يفتحوا إيه؟ يفتحوا بيت إيه؟ لكن أنا لما أشتغل مثلا أجيب مثلا 100 جنيه أو 150 جنيه أو 200 جنيه دخلي، ده يفتح بيتي يساعدني، صح ولا لأ؟ لكن أنا دي أساسية، دي حاططها رقم واحد، والحمد لله بحاول أوسطن ما بينهم، يعني أنا ناجح في دي وناجح في دي، وده كرم من عند ربنا الحمد لله. هو قدوة محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي لاحترامه وشخصيته الجميلة، يعني في عز نجوميته وعز ما شاء الله واخد بطولات، ما بيطلعش على السوشيال ميديا، ما بيطلعش يقول أنا وأنا وأنا، مش شغال، عارف وعايز إيه، ما بيطلعش يقول أنا خدت بطولة ولا خدت 2 ولا كابتن فرقة ولا، ما بيطلعش، ما بيقولش، ما بيعملش، هو شغال على نفسه وراجل مجتهد وراجل حارس مصر الأول. وأنا أحب البني آدم اللي ناجح اللي ما بيقولش أنا ناجح، لا هو مستني الكل هو اللي يقول، يعني أنا مش هقول على نفسي ناجح، لا هو الناس اللي هتقول عشان أنت اللي شايف، عشان